عاش حياة غريبة جداً في الملعب ومات موتة أغرب بكتير. دي باختصار قصة صاحب الطاقية المسحورة. ممكن تبقى شفت فيديوهات صغيرة على موبايلك في حجز كورة، الحارس بيشرب سيجارة ويرميها لما الكرة تيجي ناحيته. في الآخر دي ناس بتهزر وعلى الأقل بيرميها، تخيل بقى لو ما رمهاش وساق فيها للآخر، واللي بيشوت برضو ما يعرفش يسجل. كتير من الحراس بيلجأوا لفكرة الحيل النفسية عشان يأثروا على الخصوم، والمثال الأشهر دلوقتي هو إيميليانو مارتينيز، الحارس اللي كان ليه دور كبير جدا في فوز الأرجنتين بكأس العالم وقبل كوبا أمريكا. كان دايما بياخد الأفضلية على اللي قدامه بحركاته وكلامه المستفز، لدرجة إن فيفا بيغير القوانين عشان يمنع الحراس من إنهم يقلدوه، وتتحول كل ركلات الترجيح لخناقات وخدع من النوع ده. لكن تعرف إن مارتينيز مجرد تلميذ بالنسبة لحارس إفريقي غالبا أنت ما سمعتش عنه أصلا؟ أقدم لكم روبرت مينسا، أسطورة غانا وأشانتي كوتوكو وملك المايند جيمز. شغل إنك تتحدى مسدد ضربة الجزاء إنه يشوطها في زاوية معينة وتقعد تشاور له عليها، ده كان فتح كلام بالنسبة له. إحنا هنا بنتكلم عن واحد كان بيدي ظهره للملعب ويقول اللي داخل عليه شوت، وما كانش بيرجع في كلامه، لأ كان بيفضل مديله ظهره للآخر. أما لما الكرة تبقى بعيد بقى ومش لاقي حاجة يعملها، ما بيطلعش زي نوير ويقرب من الخطوط ويفتح زوايا تمرير ويستعد يبقى ليبرو، ده شغل حراس مرمى متطورين واحنا اساسا جايين نرزل. من ساعة بقى كان بيطلع جورنال ويقعد يقراه، ولما يفضى خالص وما يلاقيش حاجه يعملها كان بيقوم يهزر مع الجماهير ويسليهم لحد الهجمه ما تيجي. روبرت من ساعة كان بيلبس طاقيه اتشهرت انها ما بتقعش من على دماغه مهما نط على الكور اللي بتتشاط عليه، لدرجة إن مهاجمين الخصوم ساعات كانوا بيحاولوا يشيلوها من على دماغه وبيقولوا إن فيها سحر بينحسهم. ولكن علاقة مينسا بالسحر ما كانتش بس في الملعب، دي كان ليها كمان علاقة بموته. آخر ماتش لعبه مينسا في حياته كان قدام الإسماعيلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 1971. قدر يحافظ على نظافة شباكه وكوتوكو كسب 3-0. ولكن في يوم 2 نوفمبر 1971 قبل السيمي فاينل بيموت روبرت مينسا في خناقة في بار. الراجل شاف واحد صاحبه بيتخانق دخل يحوش، فأخد طعنة بإزازة مكسورة وما تلحقش في المستشفى. المسألة تبدو بالبساطة والعبثية دي، بس أوسي كوفي صاحبه وزميله في كوتوكو بيقول غير كده. كوفي حكى أنهم كانوا بيمروا بفترة سيئة في كوتوكو، فراح هو ومينسا لكاهن يعمل لهم طقوس عشان يحلوا المشكلة. وهم خارجين من عنده سمعوا الكاهن بيقول إن واحد من الاتنين حيموت بسبب الطقوس دي. ويوم الحادثة كان كوفي راجع من السفر بعد عملية جراحية، والمفروض السواق اللي حياخده من المطار هيعدي على مينسا عشان يروحوا مع بعض معسكر الفريق. اللي حصل إن الطيارة اتأخرت ووصل كوفي بالليل قوي، فقال للسواق روحني البيت ونبقى نعدي نجيبه بكرة الصبح، مش معقول هنروح له في نص الليل يعني. بس في نص الليل كان مينسا مات بالفعل، واتصدموا بالخبر تاني يوم الصبح، وكوفي لحد النهاردة معتقد إن نبوءة الكاهن هي السبب.